ويعرفكم الله نفسه. اتقوا الله أيها الناس. دائما أمير المؤمنين عندما يرتقي منبر الكوفة دائما يذكر هذه الحالة ويقول هذا المعنى: يا أيها الناس اتقوا الله. شوف شلون؟ ويحذركم الله نفسه، يجعل للإنسان مخرج. والتقوى لها أساس، وهي عندما تتقي الله تبارك وتعالى تصل إلى الهدف والغاية، وهم أهل البيت مع الصادقين. لكن تعال شوف لما نتمر على التفسير، من هم الصادقون؟ الصادقون عندنا بروايات أهل البيت هم محمد وآل محمد. هنا عندما تقول الآية مع الصادقين، هنا شنو يريد يبين؟ يريد يبين اتباع، ويريد يبين الصادقين. هنا إذا قال مع الصادقين، هل هو مطلق؟ مطلق للاتباع؟ لو مطلق للصادقين، إذا قال مطلق للصادقين كل واحد صادق من المؤمنين أنا أتبع، ما بيه تخصيص مطلق. لكن إذا قال لا، المطلق هنا للاتباع، جميع المسلمين وجميع المؤمنين أن يتبعوا الصادقين. هنا الصادقين صار بيها تخصيص أشخاص معينين، أشخاص معينين معروفين قد أشار إليهم النبي صلى الله عليه وآله. لما ترجع على تفسير أبناء العامة المخالفين ماذا يقولون؟ بعضهم يفسر الآية ويروح بها، زين جيد، فسر يفسر يوصل جيد، لكن لما يوصل إلى الصادقين يبعد عنها ويمر مرور الكرام عنها الصادق. وبعضهم مثل الرازي وما أمثاله، يعني مثل أمثال الرازي، ماذا يقول؟ قال نعم، الصادقون هم المعصومون الخيرون المتقون الناس المشخصون من قبل النبي. ها هذا هكذا لما يرجع تجي الى مسبقات الذهنيه والمذهبيه والتعصب، ها يرجع شو يقول بعد؟ يقول هم الصادقون مجموعه الامه. يا ايها الرازي، شلون مجموعه الامه؟ يعني منين جبتها انت؟ انت مفكر كذا، لكن لما توصل لاهل البيت تبعد هاي الايه عن اهل البيت، شو تقول؟ مجموعه الامه، اذا اجتمعت الامه على راي واحد عليهم الاتباع. فقال اتبعوا الصادقين، اتبعوا مجموعه الامه. زين، هذا الاجماع ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله، الإجماع ما كان في زمان النبي، وإنما متأثر عن الصحابة، لأن في أذهانهم الصحابة إنهم الصادقون هم أهل البيت، أشخاص معينين الصحابة هكذا يعرفون. زين، اللي يعرف من هو؟ الخلفاء الثلاثة. أنا يصعب علي أن أقول خلفاء ثلاثة على منبر الحسين، بس شو أسوي؟ يعني هي القضية قاف واحد من شوية ماخذ زيادة يزعل يقول لا دير بالكم إخواننا هذول لا تحكي عليهم، ها إخواننا. بيش إخواننا؟ بيش إخواننا؟ ببغض علي وآل علي؟ بيش إخواننا؟ ببغض قاعد يدمرونا؟ قاعد يأذوننا؟ يشربون دماءنا؟ وأنا بعد لحد الآن أقول أخوي الحسين سلام الله عليه
لما قاتلهم شنو قاتلهم؟ قال لهم انا بعد ما ابدا بقتالتوني هسه ما قاتلكم. قالوا لي يا رسول الله هل نقاتلهم نضربهم؟ ها؟ نضرب السهام؟ قال لا. احنا هسه الان بيناتنا اسلام شهادتين اخواننا وما نقاتلهم، لكن اذا صار قتال وجتهم السهام وجتنا السهام من عندهم خلص اختلف. هسه الان قاعد يقتلون بينا. ولحد الان بعض الشيعه من يدعي التشيع يقول هذول اخواننا. خل نجمع بيناتهم ولما يجي يكتب بالكتاب ها عمر رضي الله عنه. يا بليش اريد شويه بايدك يا عمر ضحكه، لو اريد اضحكك لو ما اريد ابكي اريد اضحكك شويه. شنو هي؟ هذا مسلسل عمر، مسلسل عمر بن الخطاب. انا ما اريد اتكلم على الصحابه، هو كل يعني شيعه امير المؤمنين ومعاه الصحابه شنو موقعها من الاعراب، لكن انا اقول هذا المسلسل الجمهوريه الاسلاميه لما انخلت مسلسل لامير المؤمنين علي بن ابي طالب جاب المصادر، صدق مصادر حتى من ابناء العامه من اليعقوبي وغير اليعقوبي من السيره ها ابن هشام رمى سيره علي بن ابي طالب ناصعه. قالوا شلون هذول الشيعه سووا ابتلاء، خلينا نسوي مثل ما سووا علي بن ابي طالب وقاموا يسوون للحسين، احنا بدنا نسوي لعمر بن الخطاب. سووا العمر بن الخطاب مولانا مسلسل عظيم وقاموا يعلنون اعلان هذا المسلسل. لكن شوف انت راجع الانترنت شوف وطلع واحد من ابناء السنه من المخالفين ارسل للمنتج وللمخرج قال له انت من سويت هذا المسلسل هي عمر بن الخطاب ماكو بعد بس هو هذا يعني ما عنده شيء لاحظوا المسلسل ماكو شيء ماكو شيء مثلا شجاعه ماكو شيء وشو رد هو؟ صعد على في احد صعد على جبل عالي ها هذا اللي من خوفه صعد يدور رسول الله ماكو غير علي بن ابي طالب يا علي ادفع الكتيبه عني يا علي ادفع الكتيبه عني يا علي يا علي وعلي يقاتل وما حضروا وياه وضربوا رسول الله. هذا لما صعد هناك قال لهم شا انتم وداله رساله للمخرج قال له شا انت من مسوي لك هذا المسلسل شا ماكو شيء حلوه عمر بن الخطاب شجاعه شويه قاتل شو ما قاتل؟ قال له والله احنا ما حصلنا من المصادر غيرها. قال له والله يا ايش الكلمه يعني مو صحيحه على المنبر هذول اللي يجيبون انفسهم مع علي بن ابي طالب والشمس واضحه يقول الامام الصادق يقول لنا رسول الله كيف نعلم اخباركم؟ كيف سيرتكم؟ قال يا هذا انظر الى هذه الكوه هاي الشمس منين تطلع من هذه الكوه ها؟ انظر اليها احنا كالشمس واضحه اللي يريد شويه يخربط عليه لا بعد هاي ما تمشي القبول. فاذا يريد يوصلون الصادقين الصادقين من هو؟ يقول ها والله مجموعة الأمة الرأس مجموعة الأمة مو منو؟ زين أنت ليش تتعصب؟ مو أنت تكتب وتقول لازم يكون معصوم هو هذا هو معصوم معصوم إذن من هو الصادق؟ هو محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين والائمه الاطهار صلوات الله عليهم هم الصادقون هم الذين جاهدوا في سبيل الله هم الذين بذلوا ارواحهم في سبيل الله مو في سبيل انفسهم في سبيل الله. ومن المصداق يتعين على في هذه الايه من ضمنهم الاثني عشر الامام الصادق صلوات الله عليه وسلم الإمام الصادق
بأبي وأمي. ولي نحيي ذكرى في هذه الليلة الإمام الصادق له بعد ما المجلس اللي قلت له البارحة أخذ محورين، المحور العلمي والمحور الاجتماعي للإمام الصادق وأنتهي ولا أطيل. المحور العلمي للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في حياته بعد ما صارت مثل ما قلت لك البارحة بني العباس وبني أمية، أرادوا بني العباس يعني ادعوا حب آل البيت وريد يقاتلون من ظلامة أهل البيت سلام الله عليهم، قاتلوا بنو أمية. بني أمية صار هاي الفراغ، هاي الحالة السياسية، الحكم السياسي الفاضل، استغل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بث المدرسة العلمية. هذه العلوم أوصلها يقولون 4000 طالب علم كل يتحدث ويقول علمني الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه. ومنهم جابر بن حيان الكيمائي، هذا من علماء تلميذ الإمام الصادق صلوات الله عليه. الآن علومه تدرس في الجامعات حتى الجامعات الغربية، هذا يقولون عنه الغربيين أبي الكيمياء، هذا تلميذ الإمام. وغير أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وهذول اللي هذا أبو حنيفة اللي يقول لولا السنتان لهلك النعمان، تلميذ الإمام لما شوية تعلمنا كلمتين طلع قال أنا أعلم وأفقه من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. عجيب. ويأخذ القياس ويمشي. وهسه لجت الحفر المثالات مالته الآن تقتل شيعة أمير المؤمنين. زين؟ يقول له لما توقف بالمطار يقول له أنت مسلم لو شيعي؟ شو يقول له والله؟ هذا تابع ابن حنيفة يقول ما خالفت الإمام الصادق، ما كل شيء خالفته لكن شيء واحد ما أعرف، يغمض عيونه ويفتحهم بالمسجد لما تجي له يقول لك أنت شيعي؟ لما تدخل الكويت، تدخل الكويت حاطين مجموعة فلة من النواصب كل واحد حيته لهنان ومقصر ثوبه وكاتب قطعة، مو هذول البصرة لما يدخلون عليكم وين العراق الشقيق؟ ها؟ الأشقاء العراقيين. وإذا لما تدخل تشوف قال البخاري، مين هذا البخاري؟ قال البخاري مجوسي واحنا يدعونه من صفويين وكذا، هو مجوسي البخاري. قال البخاري من سب الصحابة لعنه الله والملائكة ورسوله والملائكة والناس أجمعين. كان يسب علي بن أبي طالب، مو من الصحابة علي بن أبي طالب، معاوية سب 80 سنة على المنابر، هذا مو ملعون، كاتب الوحي. وإذا تسب هذا اللي كان رسول الله، ها، ويوم القيامة ينزل يقول الله تبارك وتعالى يقول يا معاوية اشتاقيت لك أنا 90 سنة ما شفتك. يجون إلى شيعة أمير المؤمنين هذا الدين المذهب الناصع من جعفر بن محمد الصادق هذا الإمام العظيم. والله عيب علينا بأنه نقول إحنا هذول أخواننا، عيب 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 سيدي، ما تقبل أنا أقول هذا أخوه، لأن هذول ضالين مضلين وماكو هداية، لأنه اللي يبغض أهل البيت ماكو هداية. أريد أجيب لك قضية جميلة يعني.